هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء شواطنا متواصله شوطا تلو شوط، شوطنا الثاني ينطلق بحفظ من الله ورعايته الخاص بفيت الجعدان المفتوح لاصحاب السمو الشيوخ ولمن يرغب من ابناء القبائل بالمشاركه والمنافسه في هذا الصباح الجميل ضمن انطلاقات سن الاذاعه، سن الابداع والامتاع الى المقدمه الى البدايه الاولى. من يتقدم على المقدمه هذا الشوط شاهين لحميد بن سلطان بالجديد الفلاسي، من يتقدم على المقدمة والبداية الأولى. المركز الثاني القادم خلاب الصغير بن علي بن سعيد العوامي، من يصل في ثاني المراكز. المركز الثالث القادم الحصيني سعيد بن محمد بن جمعة بن عتيق، من يصل في هذه اللحظات. المركز الرابع القادم رداد ناصر بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري، من يتحرك في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس القادم الشبابي للشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى وسالم بن حسن بن حميد بن ركاض العلية، من يتابع ويرافق في هذا الاندفاع الجميل والممتاز. بينما قدوم في هذه اللحظات، من اللي قادم؟ ابو كشه اللي قادم، ابو كشه من يصل. سالم بن قاسم بن خليفه المسافري، من يتقدم في هذه اللحظات. بينما الواعي اللي يوصل في هذه اللحظات هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الجميله والممتازه. بينما المركز السابع الواصل الشبابي نعم الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى وسالم بن سالم بن حسن بن حميد بن ركاض العلي، من يتابع. بينما الوصول وفي هذه اللحظات القادم هنالك حبايب مصبح بن عبيد بن علي بن حمد الكيبالي، من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الجميله والممتازه. هكذا هو النداء وهكذا هو التحدي والتنافس ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات العملاقة والكبيرة. عودة إلى البداية، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى شاهين لحميد بن سلطان بالجديدة الفلاسي، من يغادر إلى الفوز والانتصار، من يغادر إلى مقدمة هذا الشوط بهذا الاندفاع الجميل والممتاز. بينما المركز الثاني القادم مخلاب الصغير بن علي بن سعيد العوامي، من يتحرك في ثاني المراكز. المركز الثالث الله يا الواعي الواصل في هذه اللحظات هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، من يتحرك في ثالث المراكز. المركز الرابع القادم رداد ناصر بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري، من يتحرك في هذه اللحظات. المركز الخامس القادم ابو كش اللي قادم سالم كاسب بن خليفة المسافري، من يتقدم في هذه اللحظات في هذه الاندفاع الجميلة والممتازة. بينما المركز السادس الواصل في هذه اللحظات حبايب لمصبح بن عبيد بن علي بن حمد الكيبالي، من يتحرك في هذه اللحظات. هكذا هو النداء وهكذا هكذا هو الصراع ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات. الله 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 الله، عودة إلى المقدمة، عودة إلى البداية، إلى مقدمة هذا الشوط. شاهين اللي على المقدمة، اللي على البداية الأولى. الثلاثة كيلو انقضت وما تبقى إلا اثنين، ما تبقى إلا اثنين. وين اللي بالناموس؟ شاهين
شاهين غادر، شاهين غادر الكل باحثا عن الفوز، باحثا عن الانتصار، متجها الى الناموس، متجها الى الناموس. روح يا شاهين ويا مالك شاهين، حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، من يتألق من يتقدم بأول أشواط الجعدان. الله يلي غادم، الله يلي حاضر، واصلا في ثاني المراكز رداد، رداد اللي غادم، ناصر بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري. يا سلام، بدأت تشتد المعركة، بدأت تشتد المعركة ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات. أبوك الشغادم على ثالث المراكز، على ثالث التحديات. سالم بن كاسب بن خليفة المسافري من يتحرك في ثالث المراكز، لكن المقدمة البداية الأولى شاهين، شاهين 1200، 1200 يا مضمرين يا فطاحلة يا عمالقة، شاهين يغادر، شاهين يغادر إلى الفوز، إلى الانتصار والعصا في البطان. حتى هذه اللحظات الرقص تلغاي، الرقص الغاي، هذا هو شاهين على مقدمة هذا الشوط بهذا الاندفاع الجميل وبهذا الأداء المتميز. حميد بن سلطان بالجديدة الفلاسي من يرافقه في هذا الصباح المغاير. المركز الثاني وصل أبو كشة الغادم في ثاني المراكز، سالم بن كاسب بن خليفة المسافري، بينما المركز الثالث الواصل الرداد، رداد اللي غادم، ناصر بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري، العامري. لكن المقدمة 600 متر الأخيرة، 600 متر الخطيرة، جولة الأوامر النهاية يا راعي شاهين. روح إلى المقدمة، روح إلى الصدارة. الله 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 الله، هكذا هو الصراع، هكذا هو الإبداع، هكذا هو التميز يا راعي شاهين. حميد بن سلطان الجديدة الفلاسي، الفلاسي من يتقدم منذ البداية وحتى هذه اللحظات. مشكور يا راعي شاهين على ما تقدم من أداء جميل وكبير على مقدمة هذا الشوط بهذا الاندفاع الجميل والعصافة الابطان، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، حتى هذه اللحظات والرقص الغاي. الله 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 الله، تهانينا والناموس لمالك شاهين حميد بن سلطان بالجديدة الفلاسي، لحظات وصوله الى خط النهاية والعصا والابطان بدون اي اوامر. بينما المركز الثاني وصل الان رداد، ناصر بن مبارك بن سالم بن نصر العامري. المركز الثالث وصل ابو كشة لسالم بن كاسب بن خليفة المسافري. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الاولى، وعودة الى التوقيت الزمني 7:42 بالوفاء والتمام، التوقيت الافضل في هذا الصباح حتى هذه اللحظات. وتهانينا والناموس الى جميع الفائزين.